القيادة في المجتمع لعله أهم من موقع الأب في العائلة، لأن الأب في العائلة ما بيده كل القدرات، ما بيده كل الإمكانات، إمكانات محدودة عنده. ولكن الدولة حتى في هذا العهد، الدول ذات النظام الشمولي، النظم الأحادية، واضح كل شيء بيدها، حتى الرغيف بيدها، حتى النظم التي لا تملك هذا النحو وهذا النمط لها إمكانات هائلة لا يمكن أن نتصورها. فإذا القيادة تكون قيادة صالحة، المجتمع يكون عادة مجتمعا صالحا. وإذا القيادة كانت قيادة طالحة، المجتمع يكون مجتمعا طالحا. أو هذا من العوامل المهمة في توجيه المجتمع. فلا عجب بعد ذلك، واحد ليتعجب أنه لماذا عيد الغدير أعظم الأعياد، في هذه الرواية أعظمها حرمة، والشاعر يقول عيد الغدير أعظم الأعياد، كم فيه لله من الأيادي.